صار وقت نحضر هلا الهيلثي لانش بوكس يلي كتير امات بيتسألوا شو بدنا نبعت مع اولادنا على المدرسه، اي ساندوتش بدنا نعملهم، اي نوع خبز، شو الديسير يلي فينا نبعته، شو الفواكه. كل هول الاشياء رح يكون عنا جوابات لها وافكار كتير جديده طيبه وصحيه. رح اخذ اول شيء الهول ويت تراب يلي هي معموله من قمحه كامله، رح احط عليها ربع افوكا امرغه، ارجع احط عليها ملعقتين من الحمص بطحينه مع الركا اما الخس اما الخيار حسب شو بحبوا الاولاد. بعد ما اكون خلصت هيدي الراب رح انتقل للفواكه. التفاح كلنا منحب نقدشه، بس اذا قطعناه وحطينا عليه صوص كراميل معموله من تمر دليوتد بالمي السخنه بيطلع شيء كتير طيب، وهيدا الشيء بخلي الاولاد يلي ما بحبوا ياكلوا عاده فواكه انه يجربوا هالنوع من الفواكه. الديسير يلي رح احضره هلا براونيز، رح يكونوا معمولين من الفاصوليا، رح اخلط معها البيض، البيكنج باودر، فانيلا، بدنا نزيد عليهم سكر بودره، كانولا اويل ملعقتين، شوكولا امير بدي ذوبه، زيدوا لهم كلهم بحطهم بالصينيه بفوتهم على الفرن لمده 3 ساعه تيطلع لي ديسير كتير طيب بلا جلوتين وكتير غني بالبروتين والفايبر.